نرحب بالمونديالي العالمي الكابتن جمال غندور. مساء الانوار يا ابو كباتن. مساء الانوار كابتن مدحت، تحياتي ليك وكابتن حسن وكابتن مصطفى، وحشتونا. يا الله انت كمان، ربنا يخليك. ميكروفون معاك. جايب لكم حاجه كده بصفتك. ايه رايك في الجرافطات النهارده؟ حاجه بصراحه منتهى كابتن مصطفى، بس انا ما عنديش على الازرق وعلى الاصفر، فاستنى عينيا اتكلم مع صم صباح. انا جايب حاجه كابتن مدحت بصفاتكم. طبعا كابتن مدحت برضه بينضم يعني مدربين كبار، وكابتن مدحت ايضا كان مدرب كبير، وانا فاكر طردت له الجونين بتوعه في ماتش. فخلينا خليها الوقت تاني. في حالات غريبه على فكره يا جماعه في الملاعب. كابتن حسن هوريكم حالتين دلوقتي متهيألي ما حصلتش كتير وانت موجود في الملاعب، او لو حصلت معاك او معاكوا حاله زي كده قول لي انها حصلت، وهنسيب القرار. مش هنقول عليه يعني، احنا مش هنقول القرار ايه، ونسيب القرار يا كابتن مدحت يعني للجمهور، للناس تقدر تقول لنا فيه. نعرضهم ونشوف. يلا محمد اتفضل، شوف الحاله الاولانيه. بص يا كابتن، دي ده بيشوط ضربه المرمى كويس. وريها لنا تاني يا نصر بعد اذنك. في مباراه رسميه. يلا. بغباوته. هو بغباوته. وريها لنا تاني يا محمد بعد اذنك. هو بعينه بغباوته. هتشوفها بقى. بص في القعده كابتن، الراجل ايه، بص ازاي تيجي دي. بص كابتن حسن، شفتها قبل كده دي؟ لا انا شفت يعني دي ما حصلتش معاك خالص. عجائب بس ما شفتش حاجه يعني، ما حصلتش عجائب في الكوره بس ما شفتش. بص المدرب بص. هنسيبها بقى ايه تاني اخر مره. هنسيبها. طب دي لو حطها في الجول يا كابتن، ما هوريك حاجه كابتن مصطفى. أيوة بس هنسيبها الحكم للجمهور بقى يقول لنا القرار فيها ايه. ابعتوا لنا يا جماعه قولوا لنا القرار في ايه. انتوا شفتوا تلات جول كيبر بيلعب كوره ثابته حطها في مرمى من جوه ال 18. لا ما دخلتش، هي خرجت على جنب المرمى. تتحسب ايه؟ ابعتوا لي قولوا لي. بس انا مش عايز ازعلك يا كابتن مدحت، هي دي ما دخلتش، بس هوريك واحده دخلت. اوكي يلا نشوف الثانيه يا محمد. الهوا هوا رجع يا كابتن. ده جامايكا. ده شوف ده جامايكا كده. شوف الهوا جامد. يلا بص ده الهوا. بص الشجر ورا يا كابتن، بص الشجر ورا. طيب الهوا جامد جدا. رجعت وهو راح يجيبها ما لهاش. اوكي طيب، هي خرجت بره 18. ما احنا عايزين نسيبها. لا ما لازم عايزين نسيبها لل نسيبها لل بره 18. نعيدها يا محمد كده ونشوفها. دي ضربه مرمى خلي بالك. ايوه خرجت بره 18. اعتمد على عينك كابتن. بص يا كابتن 18 اهي خرجت خلاص، خرجت ورجعت تاني دخلت الجول. نسيب بقى القرار للجمهور. ماشي ماشي. قولوا لنا اللعبه الاولانيه واللعبه الثانيه اللي اتنين. عجائب وطرائف. ما اعتقد الحاجات دي. طب نجيب بقى الحاجات اللي بتحصل. ماشي طيب، ناخد الحاجات اللي بتحصل ونروح على حالات دخلت منطقه الجزاء، حالات الحكام خدوا فيها قرارات الحقيقه صحيحه، او بلاش انا اقول، خلينا نقول واحنا بنشوف الحالات القرار دي صحيحه ولا لا. لكن حالات اختبارات على فكره صعبه، نشوفها مع بعض يا كابتن حسن. ماشي. ونشوف قرارات الحكام اللي خدوها. يلا نروح نشوف هنا في لمسه يد هنا تلعش. يلا كابتن حسن، هل الكره دي جت في ايده بالكامل ولا هل الكره خبطت فيه؟ هل هو حرك ايده ولا في تعمد ولا مفيش تعمد؟ لا هو حرك ايده. يعني لا يا كابتن مصطفى، حرك ايده في اتجاه الكره. هو بيبعدها، هو بيبعدها جت في ايديه، خبطت في بطنه الاول يا كابتن. مصطفى لما خبطت في بطنه بس المسافه من بطنه لايده قريبه، وهو مش متعمد ان هو يحط ايده في سكه الكره، هو بيرجع ايده ورا، هو عايز يبعد. لكن هي الكره لما خبطت في بطنه بقت المسافه هنا قريبه، مش بقى من مش من مسافه الشوطه، مش من اللاعب يعني. بقت المسافه هنا من عند بطنه لغايه ايده. اذا هنا اللاعب لم يحاول انه في العرف القانوني يا كابتن. اتفضل كابتن. يعني الفرقه الثانيه او لعيبه الفرقه الثانيه او جهاز الفرقه الثانيه بينالتي، اللي ما يعرفش الكلام ده بينالتي والحكم. طبعا ما احنا بنوضح عشان كابتن حسن، بنوضح عشان الناس دي كمان مفروض منهم ان هم يبقوا عارفين. برضه عشان اللعيبه الثانيه بيعترضوا والمدربين بتعترض. في يوم من الايام هتبقى نفس اللعبه دي على المدافع بتاعه. ممكن تيجي في المدافع. فاذا اذا 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 خلينا نقول بقى القرار الصحيح للحكم هنا. القرار الصحيح هو لا توجد ركله جزاء، والحكم اخذ القرار الصحيح. اوكي تمام، باعتبار ان الكره ارتدمت اولا في بطنه. أيوة. وبعدين ارتدت وبعدين هو مسافه صغيره بالظبط. اوكي طيب نشوف الحاله دي، هل في ركله جزاء ولا لا.
نشوف. لا هات لي اللقطه من الاول، اللقطه من الاول يا محمد. يلا امشي بقى معايا. نشوفها من الاول. تعز اللقطه الاولانيه. اللقطه الاولانيه، لان ساعات اللقطه الاولانيه يا كابتن مدحت هي بتدينا. يلا، هو هنا هل في خطا على لاعب الاهلي اللي هو المدافع الاحمر؟ مش باينه. كملها بقى نشوف اللقطه من الناحيه الثانيه يا محمد. في سقوط للاعب، بس انا شفت ايدين سعد سمير في ظهره. هوريها لك يا كابتن. بص يا كابتن، بص. ايوه امشي يا محمد. بص الايدين على الاثنين، الاثنين متلاحمين في بعض. تقدر تقول مين فيهم اللي مأثر على التاني؟ مين اللي مأثر على التاني؟ لا صح، ما حدش يقدر يقول الكلام ده. نفس اعتقد نفس الوضع بتاع الايد دي، هو نفس ايديه. وما بالك بقى الايد اليمنى بتاعت لاعب المقاولين، مش عارفين هي كمان هي فين. اذا هنا ده اللي بنسميه يا كابتن مدحت الايه، الاشتباك، تلاحم بين التلاحم بينهم والاشتباك بين الاثنين. اشتباك مشترك. انا عندي حل، يا اما اوقف اللعب واعمل اسقاط يا كابتن حسن، يا اما اللعب يستمر. لما اللعب اوكي، وهنا الحكم خد القرار الصحيح وانه اللعب هنا استمر. شوف قد ايه بقى حالات صعبه قريبه بس كابتن جمال فات. لو الحكم الناحيه دي شاف ايدين سعد سمير، يعني هيبقى في يعني يشوف من الناحيه ده بعد بس. ما هو السبب واحد، الكره جايه منين؟ جايه من ناحيه من ناحيه اليمين. هتلاقي الحكم في ظهرهم، لانه لازم يبقى جنب الكوره. لا بس بص، بص الكوره جايه من اليمين، هو هياخد. بص بص ايدين سعد سمير فين؟ ايد سعد سمير، وايدين فضل برضه زي برضه حاجه زي ما بيقول الكابتن جمال. ده انا اقدر اقول لك حاجه، اقدر اقول لك ان محمد فضل بايده، بوضع ايده الشمال ديت، ده هو يمكن يكون ضاغط على سعد سمير بيبعده لورا. تمام. وبالتالي الثاني شيء طبيعي، رد فعل طبيعي، انه يحط ايده عشان يسند عليه عشان ما يقعش. تمام. فده وضع شايفينه قد ايه. لكن الحكم ما حسبهاش حاجه، لا خد القرار الصحيح انه ما فيش ركله جزاء واستمر، استمر اللعب. اوكي طيب تعال نشوف. هنا ام بي سقوط اللاعب، وكانه خد يعني رصاصه. نشوف هنا الحكم وقراره بانذار اللاعب للتحايل. بص يا كابتن، بص يا كابتن، راقب بقى اللاعب هنا. لعب على الكوره، ها لمسوش. شفت الدايفنج؟ الدايفنج حتى ما عملوش من بدري، لما عملوا كمان، عملوا كمان بحيث ان هو بقى باين. يعني عارف يا كابتن مدحت، لو عمله من اول ما حصل التلامس ده بالظبط كان ممكن يخدع الحكم. لكن ده هو كمان بعد ما لقى نفسه فرصته في انه ياخد الكوره، الله ينور عليك يا كابتن، مش معاه. فعمله بص امتى؟ بص هنا، بص عمله ازاي؟ بص هنا. طبعا ده الحكم هنا اخذ القرار الصحيح، والتحايل ركله حره غير مباشره وانذار اللاعب. نروح نفس المباراه للعبه في نفس المباراه، ونشوف هنا الحاله برضه. هنا الحكم ادى الانذار. بص يا كابتن، هو زق الكوره. بص كمل. ومن اللي زق؟ المدافع ولا لا؟ هو المهاجم. بس هنا ما حصلش اي تلامس. بص بقى، بص سحبت رجليه على الارض دي، ده كابتن مصطفى. بص دي بيتمرن عليها. ايوه صح. بص مش ممكن هيكون يا كابتن حسن الراجل ده اتعرقل ورجليه هتفضل تسحب على الارض بهذا الشكل؟ بالظبط. مش ممكن. لازم لو خدته لازم يبقى لازم رجليه على الاقل هتبعد عن الارض لحظه من اللحظات. مش هتسحب كل ده، مش هتسحب كل دوت. يبقى اذا السحب كل ده هو عامله متعمد، لان هي مش هتمشي بالشكل الطبيعي. وهنا ايضا اخذ الحكم القرار الصحيح اللي هو التحايل. نشوف هنا الحاله دي، شفنا اللاعب وقع وبعدين في مطالبه بركله جزاء، لكن شوف شوف كابتن مصطفى مين اللي لعب الكوره؟ المدافع. خلاص هنا المدافع لعب الكوره، وصل للكوره. خلاص اللي حصل بعد كده ده صدام طبيعي. صدام طبيعي. عشان كده احنا بنقول للحكام اما بتيجي اول شيء تركز عليه في الاشتراك داخل منطقه الجزاء، تشوف مين اللي لعب الكوره، مين اللي راح الاول، مين اللي وصل للكوره. اللي وصل للكوره مش هيدفع الفاتوره. أوكي. اللي ما وصلش للكوره هو اللي ممكن يدفع. والله ما كنا بنوصل متاخرين، وكنا احنا بناخد الكوره. اسال ابو علي يقول لك. زمان كان في سلف بقى كمان يا كابتن. لا وكان موجود الكابتن محمود عثمان. يا نهار ابيض يا كابتن. اتفضل يا كابتن محمود. لو صاحي يا ريت كلمني امبارح. لو سمحت يا كابتن محمود، لو صاحي يا نصر والنبي كلم الكابتن محمود، عشان هو وعدني ان هو هيقول لنا مين الحكم بتاع الماتش اللي انت اتهمته فيه ان هو كان الحكم. هو بيقول مش انا الحكم. لا هو الحكم كان. طب هو هيقول لنا مين الحكم؟ يا ريت لو نصر كلمه. طيب شوفوه. اتفضل كابتن. يبقى اذا هنا لعب الكوره كابتن، يبقى مفيش ايه، مفيش خطا بالقرار الصحيح للحكم. هنشوف هو يا ريت. انا كنت بلعب. نشوف هنا كابتن اللعبه دي، هل هناك في ركله جزاء ولا تحايل ولا مفيش حاجه خالص؟ ها شوف مفيش حاجه خالص ولا هو الكلام ده. لو الحارس
شغل رجله اليمين اللي على الارض دي. الله ينور، ده طلع ذكي جدا يا كابتن حسن، لما لا نفسه هيصطدم راح لامم نفسه الحارس، لامم نفسه ما طيب. اشتغلش. هل اللاعب ده يا كابتن وقوعه ده رجله اليمين كابتن نتيجه خلال توازن ولا هو رمى نفسه على الارض؟ هو رمى عشان فقد الكوره كمان. لا يعني هو كابتن حسن في تعمد من اللاعب انه يوقع نفسه ولا هو لا هو رجليه مفتوحه اهو، اختل توازنه رجليه مفتوحه. طيب بص يا كابتن مصطفى، لو احنا شكينا وقلنا وقع متعمد ولا لا يبقى ما نديش تحايل. رجله اليمين متزحلقه هي اللي ناحيتنا دي. ايوه ليه مش على الارض خالص؟ يعني كابتن مصطفى عايز اقول لك ما عرفش يرتكز على الارض. ده انا كمان هوصل لابعد من كده كابتن متحي، لو انا شاكك في انه بيتحايل ولا لا اخلي اللاعب يمشي. اوكي عشان ليه بقى؟ لان التحايل لازم يكون عندي يقين بنسبه 100% ان اللاعب ده بيعمل التحايل عشان احسبه. تمام. السكور صعبه فعلا يا كابتن جمال. ما انا مش هجيب اي، ما احنا عندنا بنقول حالات صعبه الحقيقه. لازم ندي الحكام حقهم. هنشوف هنا في هذه اللعبه لاعب الجيش شوقي. بص يا كابتن مين بص الاول أطقوط. هات لي اللقطه دي الاول، هات اللقطه دي الاول. صلاح مين؟ أطقوط. تاني يا كابتن بص اللقطه دي الاول. بص ايديه صلاح اللي قدام حاطط ايديه في مشبكها في اللي ورا حاجز حاجز. واحيانا ودي كان الكابتن فاروق جعفر استاذ فيها لو تفتكر الكابتن. كان هو اللي يمسك اللعيب ويرمي ويروح شادد ايدين اللعيب معاه فيبان ان اللعيب هو اللي بيشده. اذا انا قلت لك في تحايل هنا، في قصدي في اشتباك هنا بين الاثنين، في تشابك بالايدي بين الاثنين يستمر زي بتاعت فضل زي بتاعت فضل بالظبط كده سعد سمير. تمام. يلا نروح لحاله ثانيه. انت جاي بقى دلوقتي ايه تقع، ما هو انت اللي بدات حطيت ايديك واللاعب بالظبط كده. يلا شوف هنا حصل في تلامس. بص بقى مكان الحكم هنا يا كابتن فين؟ شايف مكان ده رائع. سمير ده سمير عثمان. ده من احسن الناس اللي بتاخد اماكن الحقيقه دايما انت بتقول خصوصا لما بكون في حالات. شوف قاعد مستغرب. بص اللاعب فين؟ اللاعب بيقول لك انا ماليش دعوه اهو انا بريء انا مش هعمل حاجه وما حصلش اللي لا صح التصفيق. محمود عثمان مظبوط. اذا الكابتن سمير هنا قراره سمير عثمان واللياقه البدنيه العاليه بتساعده على ده التحرك يا كابتن متحي. حتى لو اللياقه البدنيه قلت عنده شويه لكن هو بيتحرك بشكل كويس. نشوف هنا جهاد جريشة. طيب معاك الكابتن سمير عثمان على التليفون. سمير او اتاكد منه في موضوع الكابتن محمود برضه. طيب هو كاتش لسه كان صباح الخير يا سمره. صباح النور يا كابتن جمال، زي حضرتك؟ الله يخليك. انا لو اعرف انك انت صاحي ما كنتش قلت الكلمتين دول. انا ما سمعتهمش هنا، انت عارف يعني. انت عايزني اقول تاني؟ انا عايزني اقول تاني. خلاص انت يا كابتن سمير احسن الناس من اللي بتتحرك وبتاخد اماكن. يلا يا كابتن اتفضل. الحمد لله شهد اعتز بيها وبسلم على كابتن حسن. يا كابتن سمير ازيك؟ يا كابتن سمير كابتن سمير انا ما قلتش طبعا لسه يعني ايه انت اللي هتقول لنا انت فين وبنعمل ايه دلوقتي عشان برضو الناس تعرف قد ايه الحكام بتشتغل يعني. تمام. احنا دلوقتي في المعسكر الاولاني بتاع النخبه عشان ان شاء الله باذن الله لدوره الترقي بتاعت الدرجه الاولى سواء الدوري الممتاز وكذلك برضو الدوره الربعيه اللي بتتعمل. المعسكر كنت حضرتك انت موجود فيه وكابتن محمد حسام وكابتن عصام الفتاح واعضاء اللجنه. بالظبط يا كابتن مدحت، احنا عاملين بصراحه هنا حاجه جديده. الاول بنعمل تدريبات عمليه وبعد كده بنطبقها تاني حاجات محاضرات علميه جدا. حاجات حديثه بصراحه. انا في التحكيم من سنه 92، اللي بيحصل ده دلوقتي جديد للحكام بصراحه يعني، بس برضه الحكام الصغيرين. جميل. يعني متقسمه مجموعات حكام ومساعدين. النهارده كابتن جمال وكابتن عصام كنا مركزين على التمركز اثناء لعب الكور الثابته من الثبات، وبعد كده المساعدين مع كابتن وجيه بيتحركوا الحاجات اللي تساعدهم في الملعب، كلها حاجات عمليه وعلميه في مشروع الهدف. حاجه جميله جدا. يا ريت كابتن مدحت والله بدعوك دلوقتي لو بكره الناس يجوا يتفرجوا احنا بنعمل ايه يعني. طبعا لا طبعا دي حاجه جميله جدا. والمعسكر ده مدته قد ايه يا ابو كبات؟ ثلاث ايام، النهارده وبكره وبعده. اقامه كامله. اقامه كامله على الفندق 10 على 10 صبح تمرين وبعد كده حاجات عمليه ونظريه. وبتستعدوا بقى لاستئناف النشاط والدوري بقى والكاس والكلام ده كله. بالظبط عشان تبقى جاهزين زي الفرقه برضو ما بتستعد دلوقتي. الحكام بيبقى عامل عليها عامل اكبر، لان دلوقتي ما ينفعش خلاص كل فرقه دلوقتي انت بتنهي الموسم سواء للصعود او الهبوط. احنا بقدر الامكان عاوزين نبعد، احنا ما نكونش طرف بسبب من اسباب فرقه ما خدتش دوري او لا قدر الله نزلت، عشان كده لازم نستعد كويس قوي.
شاء الله بالتوفيق يا كابتن سمير ونشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا يا كابتن. شكرا يا سمير. طبعا كابتن مدحت يعني الحقيقه فعلا انا حتى كلمتي النهارده للحكام قلت لهم المرحله اللي جايه هي اصعب مرحله بالنسبه لكم. ليه؟ لان الدوري المجموعتين في حاجه الواحد مش واخد باله منها، الناس مش واخده بالها، الناس بتتكلم عنه انه دوري سهل. لا هو مش دوري سهل. ليه؟ لان النهارده الاربع فرق اللي وصلوا كل فرقه عندها طموح تاخد الدوري. احنا زمان لما كان دوري المجموعه الواحده كان قبل الاسابيع الاخيره يا كابتن بيبان. انا شخصيا قعدت حوالي 12 سنه بحكم في الدوري الممتاز، معظمهم كان بيبقى الاهلي حاسم البطوله مثلا قبلها بخمس ست اسابيع. احنا بنلعب الماتشات اللي هي بتاعه الهبوط، او حتى لو في منافسه بتستمر المنافسه بين فرقتين اتنين، تلاقي الاهلي بيلعب مثلا والزمالك، او الاهلي والاسماعيلي، او الاسماعيلي والزمالك، كل واحد بيلعب ماتشات لوحده، فبتلاقي المنافسه. لكن انت النهارده الاربع فرق بينافسوا هيلعبوا على بطوله الدوري. صحيح صحيح. اذا انت عندك المنافسه في المجموعتين بتبقى اشد. دوري لم يحسم حتى الاسبوع قبل الاخير والاخير. ده بالاضافه بقى لان عندك كمان دوري الترقي للصعود من الممتاز به للممتاز الف. طبعا. وكل الفرق اللي صعدت حتى الثالث في كل مجموعه عايز يبقى العشاء من هو يبقى في الممتاز. صحيح. عشان كده المرحله الجايه مرحله طيب. صعبه. نكمل يا كوتش. نروح بقى على الحاله اللي بعد كده. جهاد جريشه بيقول مفيش ركله جزاء. مفيش ركله جزاء. الكره جت في ايده، جت في ايده، بس مفيش ركله جزاء. نشوف اللعبه اهي، هل ايدين اللاعب اتحركت يا كابتن مصطفى؟ بيحاول يبعدها المسافه تسمح له انها ان هو ما يخليش الكره في ايده. لا. ما تسمحلوش. يبقى اذا هنا هو غير متعمد والقرار صحيح للحكم. تمام. نروح لحاله بعد كده. سقوط لاعب داخل منطقه الجزاء، حرس الحدود اهو. لا دي لمسه يد ثانيه. برضو لمسة نفس يد. اللعبه لمسه يد، الكوره التعمد غير موجود، برغم انه هنا قريبه المسافه ركنيه. كمان هو حسبها ركنيه. بص يا كابتن، ركنيه لانها كانها، بص هو بيخبي وشه وحتى ايده وضعها طبيعي، كانها جت في جسمه يا كابتن حسن، زي ما جت في ايده كانها جت في جسمه. تمام. يلا نروح ل احمد توفيق، نشوف عصام الحضري هنا. واحمد توفيق وصل للكوره، احنا قلنا اللي بيوصل للكوره ما بيحاسبش، واللي ما بيوصلش للكوره هو اللي بيدفع الايه؟ الفاتوره. قال الراجل وصل للكوره ما يحاسبش على حاجه، والتاني راحت منه فرصته وملوش خطا يحتسب ليه، لان الكوره هنا ايه؟ ادي الكوره اهي جت في عصام لعبها، وبعدين راحت جت في اللاعب مره ثانيه. تمام. نروح للحاله اللي بعديها. نشوف هنا، شوف سمير هنا فين الكابتن موجود فين؟ اه في قلبهم. تمركزه حلو. عشان لو حد فيهم ارتكب خطا اهو، بص هتلاقيه فين دخل لهم، بص ازاي اهو، بص وصل لغايه فين. ممكن وصوله لغايه المكان ده كابتن يخليه يكتشف انه مفيش هنا مفيش خطا، ان ده لاعب الزحلق. ممكن لو كان اهمل شويه كابتن جمال ممكن هو وصل تحتيهم يقف. بالظبط. ليه بيخش في وسطهم؟ لا هو ما دخلش في وسطهم يا كابتن، يعني هو اندفع قريب منهم. بص لا بص الحاله دي الاول قبل ما قبل عشان بس جابها لنا نصر. بص هنا الراجل اهو عدى، حصل اي تلامس يا كابتن؟ لا. ده عمل ايه؟ ده حاجه لا يوجد ركله جزاء، لكن تستحق الانذار، كان لازم يديله انذار. شوف هنا اللاعب ما فيهاش حاجه بقى. فين اللاعب؟ في خطا؟ لا. ولا في اي، وحتى طريقه الوقوع حتى لو في هنا احتكاك، لكن هنا التحايل موجود. تمام. شوف لاعب بني سويف هنا. شوف وقع على الارض، ادي اللعبه كمل اهو. هل دي تعتبر لمسه اليد دي يا كابتن يحاسب عليها اللاعب؟ لا. طب نشوف هنا نزل وقع على الارض، هيودي ايده فين؟ هو كمان اتزحلق. هيودي ايده فين طيب؟ بالظبط. اتزحلق. خلاص هي نزل وايده جت هنا على الارض. اذا احنا هنا ده العش على فكره برضه. احنا هنا بنشوف قرارات صحيحه وقرارات صعبه، ولكن الحمد لله كل القرارات او كل الحالات ال 16 اللي احنا شفناها دلوقتي يا كابتن حسن سليم. الحكام اخذوا فيها قرار القرار الصحيح. تعالى بس عايز اعيد اللعبه دي مره ثانيه، نصر معانا كده اعيدها لنا عشان اوريك ليه انا قلت اللاعب مش هيقدر. بص الكره من هنا وهي بتتلعب، هو الزحلق ونزل على الارض، لو يقدر اللاعب يخلي الكوره ما تجيش في ايده يبقى هو عنده القدره. صعب. يبقى عنده القدره على انه يبعدها. ما قدرش، يبقى هنا اللاعب ايه؟ مش متعمد ابدا انه يخلي الكوره تخبط في ايده. عشان كده حضرتك انت بتتكلم قانون يا كابتن، لكن اللعيبه الثانيه او الفرقه الثانيه او اي حد يشوفها، احنا واحنا قاعدين نشوفها واحنا ما نعرفش الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده ضرب جزاء. هنقول ضرب جزاء. لازم نقول ضرب جزاء. عارف يا كابتن حسن، ضروري جدا حضرتك وانت مثلا مدير فني الفرقه لازم تتكلم مع لعيبتك. لا مش كده، انت لازم تعمل محاضرات تحكيم وتجيب واحد متخصص. كان بيحصل واحنا في المنتخب بالظبط كده، ويجي ويقعد مع اللاعبين والجهاز الفني ويقعد يشرح الحاجات الاهم في القانون. انت
هتستفيد ولاعيبتك هتستفيد. وبعدين في محاضرات دلوقتي انا يعني مثلا في محاضرات متخصصه انا يعني انا مش بعملها عشان اعمل دعايه لنفسي اجي لك، لكن بقول لك انا عامل محاضرات متخصصه، حضرات متخصصه لحارس المرمى وازاي حارس المرمى يتلاشى احتساب اخطاء ضده، محاضرات متخصصه للمهاجم ازاي يستفيد من القانون، محاضرات متخصصه للمدافع ازاي ما يقعش في فخ المهاجمين لما يجوا يعملوا التحايل. ده بيساعد الحكام في جميع الاحوال تمام ان الامور تمشي. نروح بقى القسم الاول والسلوك المشرف. نروح بقى نشوف بعض الحاجات. احنا جبنا مجموعه الصفحه الايجابيه الكامله، نشوف بقى بعض الاخطاء. شوف اللعبه الاولانيه هنا، ماتش ام بي والاهلي وحصول اللاعب على انذار. تعال نشوف اللعبه مره تانية يا كابتن، ما ينفعش تكون فيها انذار. ما ينفعش ده هنا لعب عنيف، لعب مؤذي، لعب عنيف. اذا اللعب العنيف هنا يستحق يا كابتن حسن طبعا الطرد وليس الانذار. لكن هو خد انذار ولا خد طرد؟ لا هو خد انذار، خد انذار. ودي نشوف كمان. هنا الحاله دي فيها اتاحه فرصه، تمام، بعد اتاحه الفرصه والكره رجع للكره تاني طلعت. طيب اداله ايه؟ انذار. انذار. تعال نشوف اللعبه، شوف الدخول برجليه فين. ده بالنسبه للاعب الابيض، اللاعب الابيض تستحق الانذار يا كابتن مصطفى. ده اذا القرار صحيح، ده رجليه فوق فين، تستحق الانذار لكن مش اكتر من كده. لا مش ممكن طرد. انا عايزك تاخد قرار، شوف بقى الحكم في الملعب بياخد القرار. حاطط استرزات، لو ده ممكن يكسره رجليه. الكره فين يا كابتن؟ ممكن يكسره رجليه. موجوده فوق. ما الكره موجوده فوق. يبقى اذا هنا وهو حاطط رجليه، حاطط رجليه على الكوره وفي سكه الكوره وعايز يلعب الكوره بس الطريقه خطره. اذا حصل الايذاء قبل، بس يا محمد نقف، اذا حصل الايذاء اللي انت متخيل انه ممكن يحصل اديله البطاقه الحمراء. لكن وجود الكوره هنا بتخفف الموضوع ودوك خلاها تبقى تهور زي دي كده. دي طرد. دي بقى الكوره مش موجوده. دي طبعا تستحق الطرد، مش محتاجه كلام دي. من غير اهو بص نازل فين اهو، ده قرار كان لابد من طرد اللاعب، وبرده هنا حصل على ايه؟ انذار. على انذار. تمام. لا واللاعب كمان مش عاجبه، خد بالك. نشوف لاعب الداخليه مع الاتحاد. لاعب الداخليه مع الاتحاد، بص اهو ده رايح بقى هنا، الكره مش موجوده اتلعبت اهو، وبعدين رجليه الشمال عليت، يبقى هنا قصد ايه يا كابتن حسن؟ الايذاء. اللي قصد الايذاء عشان عليت، اللي قصد الايذاء وحصل الايذاء يطرد من الايه؟ من الملعب. مفيش قرار ولا في قرار؟ في انذار. كان في قرار بالانذار. نشوف هنا الحاله دي برضه، هل دي تستحق الانذار؟ دي محضر في الاسم كمان. هو مش دعوه، هو مش رايح للكوره خالص، خالص رايح لجسم اللاعب. اذا هنا بص صعوده للمكان ده ورجليه تروح في، حتى يا كابتن حسن لو هنا الايذاء كان مش بشكل لكن هنا الايذاء عنيف، عنيف جدا، الايذاء عنيف هنا كان لابد من احتساب الطرد. احنا جايبين كل على فكره مش انا مش دي يعني دي ده في خلال ايه دور كامل يعني واخد حضرتك، ده في خلال دور كامل. نشوف موسى ايدان هنا برضو، شايف رجل اللاعب فين؟ الشمال. دايس على رجله الشمال، لعب عنيف يستحق الطرد اهو في كعب رجليه وملوش علاقه بالايه؟ بالكوره. تمام. نشوف هنا اهي الحاله اللي بعديها، نشوف الزمالك ودجله، ونشوف هنا لاعب دجله، هل هناك لعب توفيق عنيف ولا اهو بص رايح فين؟ رجليه عليت بعدت عن الكوره، رايح فين؟ رايح على عصبه رجلين اللاعب بالاسترزاق. يبقى نفس الحالات متكرره ومتشابهه. طيب هنشوف هنا اهو ده مع حارس المرمى، هل تستحق الطرد والانذار من لاعب حرس الحدود؟ نشوفها مره ثانيه. هو بيعتذر للدنيا كلها، لو طال يبوس راسهم كلهم هيبوس راسهم كلهم. الكره راح لحارس المرمى اهو، بص رايح فين اهو، طاير على رجليه، يبقى ده لعب عنيف. نعم يستحق الطرد. حارس المرمى مسك الكره، مسك الكره خلاص. نشوف هنا هل في كوع ولا ما فيش كوع؟ لا اهو في كوع، ده اسمه سلوك ماشين. رغم ان الكره تحت لكن اللعب مش بالايد. يبقى اذا في هنا ايه؟ ضربه كوع. طيب نشوف في مباراه الزمالك والاسماعيلي، هنشوف هنا وقلنا ويمكن نصر المره اللي فاتت جاب لنا حاله لدومينيك بنفس الطريقه، خلاص الراجل ماشي ماشي، بص راح داس فيه. يبقى اذا ده اسمه سلوك سمير، سلوك ماشين. زي كره سعد سمير اللي احنا قبل كده اتفقنا فيها واتكلمنا، دي كانت اثناء اللعب زي دي كده، وكانت هنا الكوره خرجت والحكم باصص للكوره فهو ده، لكن الطرد في الحالتين واحد. هنشوف هنا هذا القرار ايضا، هنا سلوك ماشين، بص ضرب فين يا كابتن؟ في الحيطه وهي واقفه.
اهو ضرب بالشلوت ده سلوك ماشين مش لعب، لان اللعب واقف اصلا في حاله اللعب مش موجود. الحكم من ظهر الحكم، لا الحكم، يعني الحكم برغم تواجده، لكن هنا الحقيقه القرار جه من الحكم. بص اهو سعد سمير اهي، ادي اللعبه اللي كان بيتكلم عليها الكابتن حسن شحاته اهي، الكره في اللعبه اهو، بص بص اهو راح دايس عليه، دي ركله جزاء وطرد. تمام. اذا هنا كابتن جبنا مجموعه من الـ الامور اللي على فكره الحاجات دي هتتعرض على الحكام او بتتعرض عليهم. نفس الحالات دي؟ لا مش نفس الحالات، يعني الحالات اللي حصلت في الدوري بتبقى مجهزه وبتتعرض على الحكام وبيتاخد رايهم. وقول لي رايك ايه وراي اللي موجودين، وقد يحدث بعض الاختلاف، ممكن حد يختلف وارد في التقييم، في التقييم ليها، وممكن يختلف، يعني انا ممكن مثلا حد يختلف معايا في قراري وده وارد في 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 في, في التحكيم. اذا احنا النهارده المقصود بده ان احنا بنصحح اخطاء، ومقصود بده ان احنا الحالات اللي زي كده، على فكره احنا الحالات زي كده جايبينها قدامنا على الشاشه، من الممكن ان الحالات دي جوه الملعب يكون صعب اكتشافها، لكن لما الحكم يشوفها على الفيديو النهارده لابد ان هو يتعلم من هذا. صحيح. هتقول لنا بقى قرار في الحالتين بتوع بدانا بيهم؟ لا دول هنسيبهم للجمهور، هنسيبهم للجمهور لغايه يوم الاحد، لغايه يوم الاحد خلاص. هنسيب لكم الحالتين اللي عرضهم الكابتن جمال للجمهور لغايه يوم الاحد، ابعتوا لي، وفي الاحد في مساء الانوار هعمل مكالمه للكابتن جمال على الهواء ونشوف الاجابات الصحيحه بتاعت حتى الحكام يا كابتن، لو عايزين يتصلوا ويسالوا الحكام، اللي عايز يبعت يبعت براحته خالص. بالظبط كده. اللعبتين معلش ممكن يعرضهم تاني، محمد بسرعه فكرنا بيهم. ضربه المرمى للحارس في شوطها راح طلع. انا عايز اتعرض عشان اشوف الكابتن حسن شحاته بيضحك. طلع ركنيه، ما انا بقول لك ده عجايب وطرائف يعني، صح؟ والثانيه بتاعت الهواء براوليه، لو طلعت بره 18 تبقى جول. معلش هو الجهاز عندنا يظهر فيه مشكله صغيره، معلش. الكره الاولانيه كانت ايه يا كابتن؟ كانت ضربه المرمى وشاطها، مش ضربة مرمى، كانت ضربة مرمى، ضربة مرمى اهي وطلعت ركنية. بص يا كابتن اهو، مش ضربة مرمى يا كابتن، دي ثابتة. ما هي ضربة مرمى، ضربة مرمى تعتبر ضربة مرمى؟ لا هي ضربة مرمى بيشوطها حارس المرمى. بس من جوه 18 ما كانتش محطوطة على الستة. طب نشوفها كده، يبقى كانت اوف سايد او فاول، فاول او ركلة مرمى. لو هي جوه منطقة، ممكن منطقة المرمى ممكن تكون ركلة مرمى او حتى فاول. لا 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 مش منطقة، لا جوه منطقة الجزاء. لا لا يبقى هنا فاول لصالح حارس المرمى، ممكن تسلل زي ما يكون، زي ما يكون، زي ما يكون. المهم انها من داخل منطقه الجزاء. مظبوط. ثانيه شوف شوف اللعبه الثانيه، ثالث الهواء. ايوه ده لذيذ قوي ده. كده ده ده كلام يا جماعه، يا نهار اسود. لا وبيقلش كمان، هو بيمسكها بيقلش. يبقى دول اللعبتين، ابعتوا لنا على الفيسبوك على موقعنا، انتوا عارفينه، يوم الاحد في مساء الانوار هقرا واشوف، بعدين اكلم الكابتن جمال على الهواء يدينا الاجابه الصحيحه. كابتن حسن شرفت ونورت. ازيك يا كابتن متحف، تشكر جدا. ربنا يخليك. كابتن مصطفى شرفت ونورت. شكرك. كابتن جمال شرفت ونورت. صباح الفل يا كابتن متحف. صباح الانوار. عايز اقول لكم بس كلمه واحده سريعه جدا عشان تبقوا عارفين، يعني ماتشات كاس العالم في البرازيل هنبدا يوم الخميس 12/6 عشان تبقوا مطمئنين. اول ماتش هيبقى الافتتاح 11 بالليل، برازيل وكرواتيا. بعد كده يوميا هتبقى 11 بالليل البرازيل وكرواتيا، وبعد كده هنمشي بقى مع بعض. بس هيبقى 12 هناك. لا انا بتكلم على هنا يا كابتن، هنا 11 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مصر. هيبقى الساعه هترجع تاني يا كابتن حسن. بعد كده لا يعني احنا انا بتكلم دلوقتي على المواعيد. هي 11 صح بتاعتنا، هتبقى ساعتها 11 لان الساعه هترجع 11. التاريخ 12/6 12/6 12/6. بعد كده يا جماعه الماتشات هتبقى على طول 7 و10 و1، 7 بالليل و10 بالليل و1 فجرا. 7 و10 و1 هنفضل شغالين القصه دي كلها لغايه يوم الخميس 29/6 قبل ما نشوف بقى الاول والثاني والاول والثاني نخش في القصه الثانيه. فهنتمتع بقى ان شاء الله في مواعيد حلوه، يعني 7 و10 و1 مواعيد حلوه قوي. تمام. نعمل مداخله في الافتتاح ان شاء الله. في الافتتاح ان شاء الله يا كابتن. نعمل مداخله في الافتتاح ان شاء الله 12. انا اكون هناك ان شاء الله. هنكون في البرازيل. بالظبط. هنكلم الكابتن حسن في البرازيل باذن الله. في الاسيتيك يا كابتن ولا فين؟ في الملعب 220,000. في الملعب. ايوه انا عارف ملعب الاسيتيك اللي هو 220,000 متفرج ده. طب اختم وبعدين ندردش براحتنا. يلا كابتن. طيب شكرا جزيلا للمشرف العام الاستاذ ابو المعاطي زكي، رئيس تحرير الاستاذ محمد القاضي، النشطاء احمد عبد اللطيف، بسام ابو بكر، محمد موسى، نهله شلبي، حمدي رشيد، ودائم الابداع محمد ناصر الدين. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.